الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدينا متابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء هي ضفتي النهارده مهتمه بحاجه انا طول عمري على التلفزيون يعني طلعت سنين بقول يا جماعه يا اخواننا يا ستات علموا العيال الصغيره ان هم يعني يعرفوا مصر يعرفوا قيمه مصر الرحلات وانا ولادي كانوا في المدرسه عبارة عن نروح بيودوهم سينما يفرجوهم على أفلام كرتون وبيجيبوا ويودوهم محل برجر الحمد لله قطعناه دلوقتي والعيال صغيرة يقول لك معلش أمان وكده يا جماعة احنا عندنا تلتين آثار العالم احنا انا وانا صغيره في المدرسه كنت وانا كنت في طنطا كانوا يودوني مثلا مره قلعه قايد باي في اسكندريه مره مش عارفه الهرم ومش عارفه متحف المتحف اللي كان في ميدان التحرير و كنا بنروح رحلات دلوقتي انا مش فاهمه ايه اللي حصل العيال طالعين مش عارفين حاجه خالص وطبعا راحوا الندها خدتهم في التيك توك وراحوا في حتة كده هم مش هنا <applause> هنا ولادي مش معانا وولاد الناس مش مش فاهمين يعني ايه قيمه مصر وقيمه متاحف في مصر فيطلع بقى محتوى جميل لبنوته هي الحقيقه متخرجه من كليه اثار وعشقة القصه وعملت محتوى جميل على السوشيال ميديا وهو ده اللي انا بقوله ان المحتوى السيء نزقه كده ونديله كتف بالمحتوى المحترم وانه المحتوى المحترم لما يتعمل بايد شباب حلوه كده وصغيره وحابة الموضوع وتعمله بكواليتي كده لطيف هيحبب الناس في الحاجه الكويسه فهي عامله محتوى خاص بالمتاحف في مصر إزاي تحبب الناس في المتاحف ونها ونفهم ده متحف إيه وده فين وده بيعمل إيه وتفرجنا على الحاجة أنا بتشرفني النهاردة منار مظهر هي باحثة في علم المتاحف والتراث ومصممة عرض متحفي وصانعة محتوى تعليمي متخصص في المتاحف والمعارض وعضو المجلس الدولي للمتاحف كل ده امتى حصل امتى حصل ازيك يا منور 10 سنين ازاي حضرتك الحمد من 10 سنين ايه ده انت م... انت متخرجه 2018 من كليه اثار اه بس قصدي قصتي بدات من اول ما دخلت كليه الاثار في 2014 ايه بدات ازاي احكي لي بقى بدات والله عادي يعني جات لي في التنسيق كليه الاثار الاثار مش انت كنت عايزه تدخلي اعلام اه وشطوره وجايبه 94% اه وبعدين وبعدين لما جات لي كليه الاثار يعني قررت ان انا هدخل اثار عشان خلاص يعني يا ربنا اختار لي دي مم. فقررت ادخلها وانا ما كنتش اعرفها لسه وبس يعني لما دخلت بقى لقيت ان مجال الدراسه ده يعني مجال ممتع جدا وازاي احنا كمصر احنا مصريين المفروض كلنا نكون عارفين شفتي. حاجات عن الاثار والمتاحف فدرست الاربع سنين بس في خلال الاربع سنين كنت مقررة إن, ان شاء الله خلاص هو ده تقريبا المجال اللي انا هكمل فيه بقيه حياتي سواء هيكون كارير سواء هيكون هوايتي لو ما توفقتش بس يعني فكملت دراسات عليا كمان بعد ما خلصت بس يعني بعد ما بنخلص اثار بنتخصص بقى في تخصص دقيق شويه فحسيت ان الاثار يعني درست كتير قوي وفي بقى مجالات جديده م. من الافضل ان احنا نركز معاها اكتر زي ايه زي التراث يعني احنا لو كلمنا الناس عن ان الحاجات دي تراث ودي مش اثار بس ان ان في حاجات يعني ما عداش عليها مثلا سنين كتير بس هي مهمه بالنسبه لنا في مصر في حاجات ال... كمان حاجات الايه الخديويه انت انا يعني حاسه انك مهتمه بمصر الخديويه وكده ولا ايه احكي لي التراث في يعني لما بنتكلم بكلمه تراث بنبقى بنتكلم في الموضوع بشكل عام شوي م. فالتراث مثلا حاجات ممكن نكون بنتكلمها عادات آه. او حاجات بنستخدمها م. مش شرط انه يكون اثار مصريه او مثلا الحقب اللي جت بعد الحضاره المصريه القديمه زي التاثيرات الرومانيه واليونانيه م. وبعد كده الحضاره الاسلاميه ففي حاجات كتير ممكن تتقال في متاحف مش مش اثار م. ودي فكره ان احنا يكون عندنا متحف بيتكلم عن الجوانب اللي بتخص المدينه مثلا او م. حاجات زي التعليم نتكلم عن الرياضه نتكلم عن الترفيه في المدينه اه يعني عايزه تقولي انه يبقى متاحف متخصصه كل متحف ممكن نحط فيه حاجات مثلا مثلا الرياضيه على مر بالزلط. السنين يعني انا مثلا في اسوان رحت متحف النباتات انبهرت بيه جدا يعني ان هم عاملين كل النباتات النادره حاطينها وكاتبين ان دي اتزرعت امتى وحاجه مبهره وبالانجلش وبالعربي ومش عارفه ايه وكده وحاجه يعني استمتعت بصراحه انها برده مش حاجه اثار يعني الناس عاملينها بس هي حاجه برده عاملين لها متحف فدي حاجه كويسه في مثلا عندنا متحف ام كلثوم جميل في المنيل جميل جدا آه, 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 اه يعني اقصد انت قصدك كده يعني؟ ايوه بالظبط قصدي انه كل حاجه او كل شخص انا مؤمنه ان كل شخص ممكن يلاقي نفسه في متحف معين او نوع متاحف معين لان في ناس برضو تقول أصلا هروح اتفرج على اثار يعني بلدنا كلها اثار في ناس بقى عايزه تتفرج على حاجات مختلفه هي طبعا مهمه وهي دي مقدمه ودي اهم حاجه في مصر الاثار بس انا بتكلم عن انه في حاجات تانية مهمه برضو ممكن نوثقها زي زي النباتات مم. يعني النباتات مم. زي اللي انا قلته طب في ايه تاني ممكن يتوثق أه حاجات كتير والله يعني زي ما قلنا جوانب المدينه وفي بقى يعني ممكن نتكلم عن شويه متاحف نوعيه عندنا في مصر مم. مم. زي عندنا مثلا متحف للالات الموسيقيه اه ف ده موجود موجود آه موجود جوه معهد الموسيقى العربيه آه. اه يعني معهد الموسيقى العربيه موجود في رمسيس اه جواه انا كنت رايحه اصلا عشان ازور متحف محمد عبد الوهاب وبالصدفه وانا وانا جوه لقيت انه في متحف الآلات الموسيقيه. وفي متحف لمحمد عبد الوهاب؟ اه احنا عندنا متاحف شخصيات تاريخيه كتير مش يا بس حاطين فيه ايه متحف محمد عبد الوهاب؟ آه، مقتن... بتبقى مقتنيات شخصيه م. بيتبرع بيها مثلا اسرته م. بعد وفاته فبتتحط بسياق كده كان ده مثلا شكل الغرفه بتاعته آه، ايه الحاجات اللي كان بيستخدمها؟ العود بتاعه مثلا الشرايط بتاعته اللي كانت عنده في البيت. آه. فدي بتبقى حاجه حلوه قوي لان مثلا ممكن يبقى صعب على الناس ان هي تزور البيت او ممكن آه. البيت يكون مش متاح للزياره م. فمن الافضل ان هي يكون معروضه في متاحف متهد فعملوا متحف مكلسوم. بالظبط آه حتى لو مش في مكانه ممكن يكون برضه في مكان تاني احنا عندنا متاحف شخصيات تاريخيه كتير عندنا متحف السادات رئيس السادات موجود جوه مكتبه اسكندريه آه عندنا متحف نجيب محفوظ متحف هايل متحف نجيب محفوظ متحف نجيب محفوظ بقى في مكان هو كان بيقعد فيه كتير في في العتبه او في منطقه الازهر أوه. اسمها تكيت ابو الذهب هو كان بيقعد هناك على طول دايما ايه ده؟ ف... ده من اجمل متاحف مصر متحف نجيب محفوظ ده وجوه. في إيه بقى في برده مقتنيات بتاعته في هنلاقي فيه, فيه شهاداته آه كتابات بخط ايده الله. خط ايده كان غريب جدا بس يدل مم. على العبقريه اللي مم. خرجت من ورا الكتابات خط دي خط ايده غريب ازاي؟ آه منعكش سريع أوه. يعني من خلال وجهة نظري لما رحت كده حاسة حد بيكتب بسرعة آه مشاعره باينة شوية في الكتاب بي بيشخبط يعني الرواية قد كده فلازم يكتب بسرعه بالظبط <applause> يعني مع انه عاش كتير بس يعني ما شاء الله عاش كتير والله يرحمه بس ايه بس كان بيكتب طبعا كتير ها وبعدين آه جايزه نوبل بتاعته جوه بيبقى فيه حاجه زي شهاده كده بياخدوها بيتكتب فيها انه يعني اخذ جايزه نوبل آه موجوده جوه طبعا في حاجات كتير بتتكلم برضو عن الناس اللي واخده نوبل في الادب بما انه الموضوع مرتبط بيه آه الاجمل ان احنا في قاعات جوه ممكن واحنا جوه نقدر نسمع آه حاجات بصوته <applause> حاجات هو بيتكلم فيها، حاجات من الافلام اللي اتعملت زي مثلا دعاء الكروان الحاجات <applause> بتاعته الخاصه بيه ففي حاجات كتير بصراحه يعني متحف صغير شويه بس جميل انا بشوفه من اجمل متاحف مصر فالشخصيات التاريخيه دي اه أو ممكن يعني يرحلوا عننا بس آه ذكراهم تبقى تقدر يعني ينفع ان احنا نحطها في متاحف، نعمل مم. نعملها سياق في المتحف، اه حتى لو حاجات مش ملموسه زي الحاجات اللي هي المسموعه دي مش هنقدر نعرضها اه، بس تقدر الناس تخش وتقعد في قاعه وتقدر تسمعها. طيب انت انت خلصتي بقى الجامعه جبتي تقدير ولا عملتي ايه؟ في الكليه الاثار؟ اه جبت جيد جدا. بس اه يعني بس انا كنت بحب لا انا جداً مش بهتم يعني اه. ممكن تكون دي رساله يعني لاي حد زي الامتحانات مش اهم حاجه صح والدرجات مش كل مش حاجه مش هي المقياس ولا التقييم الحقيقي بالظبط انا بحب اتعلم يعني صح. انا م. بشوف ان انا ممكن يبقى عندي امتحان بكره والناس كلها قاعده بتذاكر بالظبط سبع ورقات 10 ورقات عشان هما دول اللي هيجي منهم الامتحان آه. بس انا واقع قدامي كتاب حلو جدا لازم اقرا الحته دي في آه. كتاب خاص يعني هو صح. كتاب ليه علاقه بالاطار آه. بس هو يعني المعلومه دي انا مش هرجع لها في حياتي تاني لو ما قريتهاش دلوقتي صحيح أنتِ عارفة ضربتي في مقتل المقولة اللي بتقول ما حدش بيشتغل في تخصصه. أنتِ يعني حابة تخصص حبيتي التخصص وحابة تشتغل فيه لأنه أكم خريجين آثار بيشتغلوا إيه؟ آه هو خريجين الآثار يعني الحديث حديث التخرج ملوش يعني ما فيش تعيينات يعني من فترة كبيرة قوي من ممكن 15 سنة لا ما هو تعيينات دي خلاص خلاص أوه. بس يعني بيشتغلوا إيه؟ ممكن بيروحوا يشتغلوا في إيه؟ لو هم عايزين يكملوا في المجال يعني انا م. عن نفسي بصراحه في نفس السنه اللي انا اتخرجت فيها رحت كملت دراسات عليا علشان تبدا تتفتح لي طرق ثانيه لان الدراسات العليا معناها ان انا هتخصص في تخصص دقيق زي ما انا اخترت مثلا علم المتاحف فاتخصصت في تخصص جديد في مصر كان لما انا قدمت كان بقاله بس اربع سنين ماجستير في مصر آه ما كانش آه في لسه قبلها فحبيت ان انا ادخل تخصص جديد وادرسه وبعد كده يعني اوائل الناس اللي درست التخصص الجديد دي وهي اكيد هيكونوا مميزين فيه واكيد هيفيدوا البلد يعني ناس كتير اكيد درست اثار بس ناس قليله اللي لسه بدات تدرس متاحف او تراث او تخرج من حته ان احنا بلد الاثار بس لأ احنا بلد كمان عندها متاحف ولازم نركز مع متاحفنا برضه آه نوعي بيها الناس آه مش بس المتاحف اللي مش معروفه على فكره آه إيه آه انه إيه اصلا معروف؟ نقول للناس على المتاحف اللي معروفه يروحوها أوه. يعني, يعني, يعني حتى المعروف ما حدش المصري في التحرير آه بالعكس ده في اجانب ممكن يكونوا جمزه رو مرتين بس احنا كمصريين وهو جنبنا على فكره آه. ما رحناش المتحف المصري اللي في التحرير لسه موجود موجود طبعا وهيفضل موجود فيه ايه ايه الفرق بينه وبين الجديد اللي هو المتحف المصري الكبير بقى اللي اتعمل في عند الهرم المتحف المصري في التحرير هو طبعا يعني مليان اثار وكان أوه. مليان ولا زال ولسه فيه في المخازن اثار كتير أوه. فبيحصل عمليه انه احنا مثلا بنغير شويه ان احنا عايزين نخلي الشكل بدل ما هو متكدس أوه. يكون فيه حاجه مريحه اكتر للعين أوه. الناس لما تدخل تشوفها تعرف تتفرج عليها تاخد تجربه افضل مم. فالمتحف الكبير هيكون فيه حاجات مخت... يعني اه في حاجات طبعا هتخرج زي مثلا توت عنخ امون كله مم. كل المقتنيات والقطع الاثريه اللي خرجت من مقبره توت عنخ امون كامله اكتر من 5000 قطعه هتكون موجوده في المتحف الكبير مم. ان شاء الله لما يتفتح فالمتحف الكبير هيكون خاص بحاجات معينه زي طبعا يعني او التركيز الاكبر هيكون على توت عنخ امون تمام ففي حاجات هتفضل طبعا في المتحف م. المصري وهو فيه اوريدي دلوقتي احنا رحنا نلاقي يعني هو مليان لسه يعني م. هنحس ان احنا بس ايه منظر العين ارتاح شويه بس م. لسه مليان مليان حاجات مختلفه طب الولاد يعني. بيزهقوا؟ قولي لي انا انت كواحده صانعه محتوى خاص بالمتاحف العيال الصغيره لما اخذت انا كان خالي جاي من امريكا وبنت خالي مش عارفه ايه فاخذتهم مع عيالي آه آه رحنا المتحف بتاع التحرير ده عشان يتفرجوا فبنت خالي اللي عايشه في امريكا انبهرت وانا عيالي فضلوا يلعبوا استغمايه حوالين التماثيل وكده بيلعبوا بي احسس العيال الصغيره دي ازاي بقيمه الحاجات دي يعني اقول لهم ايه عشان ابهرهم الأول لازم يكون عندهم فكرة هم رايحين يتفرجوا على إيه. يعني ما ينفعش آخدهم أقول لهم إحنا رايحين المتحف، طب هو هنشوف إيه في المتحف؟ م. دي فكرة إن إن المناهج الدراسية اللي هو التعليم الفورمال يتربط بحتة إنفورمال شوية. طبعًا آه إنه يعني مش عارفة بصراحة الترجمة الحرفية العربي بتاعتها إنه بس ما ينفعش الطالب يكون بيقرا من الكتاب عن الهكسوس وال... والاحتلال احتلال الهكسوس ومين م. اللي طرد الهكسوس طيب ممكن بعد ما, ما نقرا الدرس ده نروح المتحف نشوف م. ايه الاثار بتاعه الكلام ده اللي, بت... اللي مرتبطه بالموضوع ده فنتفرج عليها نربط له الاثنين ببعض احكي لك موقف واحنا من كام سنه واحده صاحبتي قالت لي انه يعني ابن عمها ولا ما فيش ايه خد ابنه هو ف... هم لبنانيين خد ابنه رحله يوم الهرم علشان هو بيدرس في التاريخ هناك في عنده باب عن الاهرامات والتاريخ المصري فجابوا يوم جه بالطياره يوم وروح بالليل يلي الهرم على اول الشارع علشان ايه يوري له الدرس على الطبيعه فالولد جه وانبهر وصم الدرس حفظه صم اقول يا يا خبتي يا خبتي التقيله واحنا وانا بذاكر للولاد كان بيقول لك المراكب الشمسيه اقول طب ما المراكب الشمسيه هو مش هيتخيلها غير لما يروح يشوفها أيوة. طب ما يروح يتفرج عليها بالظبط فانت عندك حق ايه تاني؟ آه ايه كمان ممكن يحبب الاطفال؟ طبعا الاطفال دلوقتي مهتمين بحته التكنولوجيا جدا والحاجات دي لو هي بتروح لهم اصلا يعني لو في ناس كتير بتوصل لهم المحتوى ده وهم طالعين ان هم فاتحين مثلا تيك توك يظهر لهم الحاجات دي لو بتظهر لهم طبعا هتظهر لهم بشقين، لو في ناس بتعمل ده كتير مش مجرد انها بتصور لهم بس اماكن سياحيه من غير معلومه، لو بتعمل لهم الموضوع بشكل اللي هو ايه؟ كاني شوقتهم كده عشان يعني اديتهم سنيك بيك سريعه كده شافوا الجزئيه دي، فيقولوا الله احنا عايزين نروح نشوف ننزل المكان ده، ده في حد نزل المكان ده واستكشف مثلا وعايزين نروح ديسكفر يعني يروح ويكتشف، وطبعا ان يكون في يعني تسويق اكتر من المتاحف ان هم بيوصلوا للناس ان هم يقولوا للناس احنا والله عندنا ور... طبعا هم بيعملوا ورش تعليميه للاطفال وحاجات كتير. كتير بس ممكن يكون ما بتوصلش بالشكل اللي هي لازم توصل لجمهور معين فيه فهي ما بتوصلش ليه ما بتوصلش عشان احنا ما وصلناهاش احنا لازم نطلع للناس لازم نطلع مثلا احنا في منطقه الهرم نطلع لاهالي الهرم اللي جنبنا اعملوا اتفاقات مع المدارس يعني يعملوا ديلز مع المدارس المدارس تاخد العيال وتروح انا ما... انا لقيت فيه نقص شديد في الحته دي والمدارس بتطلع حاجات معينه بعيدا عن كل الجمال ده ده بس مصر القديمه منطقه مصر القديمه مليانه مليانه عمرو بن العاص والشارع ده اللي في فيه مجمع الاديان مجمع الاديان خطير وفي المتحف القبطي وفيه كمان الكنيسه المعلقه وفيه المتحف اليهودي برضو فيه حاجه ليها علاقه بال في حصن بابليون في في أديرة يعني هو في أديرة يعني اه حاجات كتير هناك وجنبهم على طول ب10 دقايق متحف الحضاره المتحف القومي للحضاره المصريه فهي منطقه مليانه احنا لو خدناهم في يوم بس هي هيفرهدوا اصلا ان هم يزوروا الحاجات الكتير بس انا قصدي ان هي يعني مم. في حاجات كتير حوالينا هنا في القاهره صحيح وعلى فكره كل مدينه يعني مش بس عشان الموضوع ما يبقاش مقتصر برضو على اهالي القاهره او الجيزه آه. اللي عايشين هنا لا هو انا انا شايفه ان كل مدينه في مصر فيها مواقع اثريه ان مم. ما كانش فيها متحف يعني نادرا ما لو لقينا مدينه الاقصر أصلاً كل المدن تقريبا فيها مواقع اثريه او فيها متحف لازم يعني يعني ايه وسط الدلتا منطقه وسط الدلتا فيها متاحف اكيد لا اكيد في متحف كفر الشيخ فيه متحف طنطة. و... في متحف طنطا حدانا في طنطا كان في متحف والله وتحفه وتجدد إيه؟ دلوقتي اصلا كان مقفول وتجدد إيه بقى رائع في طنطا ده في أ... في اثار خارجه من يعني مثلا لو اتكلمنا عن طنطا فهو بي... بيطلع اثار خاصه باكتشافات بي... اثريه حصلت في المنطقه دي يعني بيبقى الموضوع مرتبط في م في متحف في مطروح مثلا طب إيه, ايه ايه مطروح فيها ك مطروح فيها حاجات ومارينا مثلا مارينا العالمين فيها حاجات فيها ايه فيها اثار فيها اثار رومانيه كان فيها الرومان أوه. لان الرومان ما في اسكندريه هم طبعا كانوا عايزين المتحف ساحر. الروماني اللي كان بيطلع فيه الاستاذ انا اول مره والأساس. في حياتي اروح فيها مارينا كنت رايحه عشان اثار المتحف <applause> لا فعلا فيها متحف العالمين المتحف بتاع الحرب العالميه يعني أوه. موجود المتحف اه ما حدش بيروحوا ده اه طبعا بس بس جميل و... وفي مقابر الجنود اللي ماتوا في الحرب العالميه يعني في معركه العالمين م. موجودين هناك برضو وفي مقابر الالمان وفي قدامها الناحيه الثانيه مقابر الايطاليين بس الناس بتبقى معديه لو احنا رايحين على البحر طيب احنا طبعا احنا زي ما يبقى ما في دلوقتي محتوى مبهر عن المطاعم وعن الخروجات وعن الكده هي اسست اول محتوى ان شاء الله يعني يشد الناس عن المتاحف نطلع فاصل ونرجع نشوف جزء من المحتوى ده سؤال مهم ايه هو اقدم متحف في مصر وكليوباترا كان شكلها عامل ازاي المكان ده اتقفل لمده 18 سنه علشان يتجدد فطبيعي كنت هسافر له مخصوص علشان اتفرج عليه بعد ما اتفتح المتحف اليوناني الروماني في اسكندريه المتحف فيه 27 قاعه بيتكلموا عن اثار مصر في العصر اليوناني والروماني بيحكي لنا عن حياه الناس اليوميه والدينيه وكمان الملوك اللي حكموا مصر في الوقت ده منهم طبعا كليوباترا السبعة والكليوباترات كلهم موجودين كمان في قطع ضخمه جدا وفي معابد اما القطعه اللي شدتني في تماثيل الفلاسفه دي ولما نطلع الدور اللي فوق ما حدش يفوت العرض بتاع المركب ده واللي بيتكلم عن تجاره الاسكندريه يعني منار منار مظهر عامله محتوى بشكل وتصوير راقي جدا انت اللي بتصوري أوه. وانت اللي بتمنتجي اه انا بعمل كل حاجه <applause> انت اللي بتعملي كل حاجه وده اللي قلت والله محتاجين محتوى حلو كده وشيك كده ده في اسكندريه المتحف ده اه ده ايه مقفل بقاله 18 سنه ايوه كان مقفول للترميم لانه ده المتحف ده من سنه 1892 او 95 فمتحف قديم جدا يعني من مم. ادم المتحف اتعمل في مصر او هو ادم واحد اتعمل علشان يكون متحف يعني المبنى مم. بتاعه مصمم ان هو يكون ده فين متحف؟ في اسكندريه آه في شارع فؤاد اوكي آه يعني كويس قوي انه يعني واحنا بنتفرج كده اتمنى نلبس وننزل نروح نتفرج على الحاجات دي انا سافرت له مخصوص والله اه اه والله يعني تستاهل بتستاهل الناس بتسافر برا ايطاليا بيدخلوا طبعا احنا سافرنا بيورونا بقى مش عارفه مايكل انجلو رسم ايه والتماثيل اللي مش عارفه عامله ازاي طب ما احنا عندنا كتير يعني يقول لك اصل متحف مفتوح طب يا سلم يعني هو <applause> فيش اكتر من متاحف مصر ولا ولا الاثار اللي في مصر ولا كده وابرك والله نسافر جوه مصر ونتفرج طب انا هقول لك على معلومه يا رب تعرفيها ولا لا انت عارفه ان في متحف جوه طب القصر العيني متحف بتاع دكتور نجيب محفوظ ايه الشطاره دي شطوره ومتحف الاجنه المشوهر. يا مم. ولد يا ولد أصلاً انا رحت صورت فيه انبهرت جميل واتجدد اصلا من فتره هو كان طبعا رحت محتاج في جديد اه رائع بس يعني دايما الناس متحف دكتور نجيب محفوظ مختلف عن متحف نجيب محفوظ عارفه هو اتسمى ليه نجيب محفوظ؟ هو اسمه نجيب محفوظ باشا بس يعني معلومه تانية مش هو اللي ولد هو اللي ولد ام نجيب محفوظ <applause> هو اسمه نجيب محفوظ ده هو الاولاني ونجيب محفوظ اتسمى على اسمه أه لانه هو اللي ولد الست أه أه يعني والدته ده اعتقد المعلومه دي صحيحه يعني ما فيش حته في مصر الناس مش مهتمين بان هم يوثقوا لان مصر دي بلد عظيمه وكبيره وتاريخ فحتى تاريخ الطب في مصر لا لا معلش معلش على جنب كده القصر العيني ده او يعني كل حاجه ليها تاريخ عندنا وليها اصل عارفه ما يقول لك ايه معلش دوري على الناس اللي ولاد الاصول احنا ولاد الاصول معلش معلش مع احترامنا مصر دي بلد بنت اصول ليه؟ لانه حتى يعني بيقول لك تطور الاجنه هم أنتِ عارفة هم محنطين الأجنة في برطمانات كبيرة كده وكانوا بيعملوا عليها دراسات وكده وجايبين حتى الأدوات اللي كانوا بيعملوا بيها العمليات القيصرية على مر السنين فبيقول لك الطب اتطور إزاي؟ إيه تاني معار... متاحف إحنا مش عارفين عنها حاجة؟ في متاحف كتير ممكن متحف في البريد. في البريد متحف البريد؟ العتبة آه صح عمل في الملك فؤاد م. مش بس على فكرة هو يعني ممكن نفكر اللي هو ممكن يكون في طوابع ممكن يكون في بس هو هو قصه كبيره قصه اتصالات وليه الملك فؤاد عمله و... يعني في متاحف بجد حلوه جدا انا بصراحه ممكن اظلمهم لو قلت متاحف معينه م. في متاحف كمان يعني انا بشوف انه نروح الاول اللي معروف يعني م. هدفنا الأول نروح المتاحف المعروفة مم. اللي الناس أصلاً ما فكرتش تروحها مم. وبعد كده هنفكر أكيد في المتاحف اللي هي برضو اللي ما عليهاش أو أو ما فيش ضوء عليها أنتِ عملتي الماجستير بتاعك رحتي كملتيه في ألمانيا؟ آه أخدت يعني كنت بدرس ماجستير هنا عادي بس أخدت منحة فكملته هناك أخدتي منحة في إيه بقى؟ آه يعني منحة أنتِ قدمت منحة هناك ليه؟ آه الماجستير بتاعي كان مشترك مع جامعة هناك فيعني <applause> كل دفعه بتدخل الماجستير بيكون في يعني اختيار لأفضل اربعه مثلا في الدفعه بيسافروا يكملوا هناك فبياخدوا درجتين درجه من المانيا ودرجه من مصر طب وكانت رسالتك عباره عن ايه ايه يعني انا لما سافرت هناك يعني للاسف كانت فتره الكورونا ف يعني كان صعب شويه ان انا اخرج بره المانيا ازور متاحف ثانيه فركزت اكتر على المتاحف اللي في المانيا زرت مدينه قريبه مني كده اول ما الدنيا بدات تفتح شويه <applause> هي المدينه دي عامله اصلا شراكه مع القاهره اسمها شتوتجارت اه طبعا عامله شراكه مع القاهره من 40 سنه فانا ما كنتش فاهمه ايه ايه وضع الشراكه ده أوه. نروح هناك اسم القاهره مكتوب على الأرض يعني مكتوب على اماكن معينه في ال... فقلت اكيد في حاجه مشتركه هنا ف طبعا عشان بيبقى يوم مثلا فزرت كذا متحف واكلين عيش على قفانا بقى اكيد يعني اكيد حاطين اثر من عندنا آه المتاحف اللي انا زرتها بصراحه في شتوتجارت ما كانش فيها بس متاحف طبعاً برلين مليانه يعني ميونخ مليانه مليانة, مليانه بقى ايه من مصرين. اول نفرتيتي وايه تاني آه. آه يعني مثلا برلين فيها متحف اسمه المتحف المصري في برلين ما شاء الله هو ما فيهوش مصرح. اي حاجه رؤوس مصريه بس مم. كله اثار مصريه قاعه مثلا كلها رؤوس رؤوس كهنه ورؤوس راس تي اللي تي احنا اه. تي الملكه تي اللي وقت نقل الموكب المومياوات الملكيه كانت الناس منبهره بشعرها قوي والملكه ايوة. اللي الناس كلها ايوة. قالت تتكلم صح على صح شعرها اه. راس تي هناك اللهم اللي اتنقل هنا ايه المومياء بتاعتها لا قصدي راس راس معمول معمول ليها يعني تمثال اه. اه. فزي زي نفرتيتي هي راس مش مش راسها الحقيقيه يعني اه. ف... وكان عشان بس نا... الحكايه كان في بعثه ألم... من المانيا جت ايام الحفر وكده سنه كام؟ 1904 ألف 1904 فجم بسم الله ما شاء الله كلهم ايه آه... يلا ربنا يسامحهم اخدوها اخدوها اه, آه. ف... ف... فكل ده هم واكلين عيش هناك تمام على يعني وبرده في لندن والمسلات وكده يعني حجر رشيد موجود في المتحف البريطاني م. يعني طبعا احنا بنقول الحاجات اللي هي آه... الناس مثلا كلها عارفه بس في 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 مئات في مئات, في مئات الالاف من الاثار بره مصر في كتير قوي هي آثارنا اصلا فاتحه متاحف بره مصر كتير م. تقريبا موجوده موزعه على 39 متحف في العالم م. ف بس جوه مصر في كتير جوه مصر في كتير احنا احنا عارفين ان ثلثين اثار العالم هنا في, في مصر. والله الدراسه دي يعني بحس انها ظالمه شويه لان احنا عندنا مش عندنا بس اثار احنا عندنا كمان تراث ثقافي أوه. زاخر يعني طبعا تراث ثقافي احنا لو مشينا في منطقه القاهره التاريخيه مم. كلها تراث ثقافي اللي هي شارع المعز وكده بالظبط الناس اللي لسه قاعده بتعمل حرف معينه الحرف دي كلها يعني كلها تراث مصر كلها مم. حاجات مم. تتحط في تاريخ مصر الخيامية ويعني اللي بيعملوا السبح اصلا ده ده, ده تراث الناس دي طبعاً. بتعمل الحاجات دي من ارابيسك الصدف الحاجات دي كلها دي مهن هم درس يعني ورثوها من خان الخليلي بالظبط الصدف الحسين كل المناطق المنطقه الاسلاميه دي يعني بيقول لك الشارع المعز ده متعرف انه اكبر متحف مفتوح في العالم ليه؟ لانه يقول لك سبيل مش عارفه ايه بيت مين إيه كل دي متاحف وحاجات مترممه ده اللي انا اعرفه يعني في كمان حاجات جديده يعني مثلا انا رحت المتحف بتاع الطيران بتاع الطيارات واللي حاربوا بيها وكده. بانوراما 6 اكتوبر؟ ب... بانوراما وفي متحف بتاع الطيران غير غير بانوراما 6 اكتوبر، متحف آه. خاص. اه متحف الطيران اعرف. متحف القوات الجويه في صلاح سالم، صح. حاجه م... مبهره. و... و... وكل البدل بتاعت ال... الطيران وكده والطيارات الصغيره المقاتله مش عارفه ايه اللي حاربت سنه كام. لا تاريخ تاريخ كده تمشي والله تقشعري انه ايه ده؟ هو احنا قليلين؟ بقى بلد مش قليلة فأنتي رحتي هناك بقى في برلين كم متحف فاسمها ايه في المانيا كلها على بعضها يعني المانيا فيها اكتر من يعني اقل من 5000 متحف حوالي 4800 وحاجه ده أه على طب هناك بس طبعا مش كلهم بتوع مصريه يعني انا اصلا أيوة عندهم متاحف مختلفه متاحف كتير أوه. طيب ومصر فيها كم متحف أه حوالي 300 ليه بقى ينفعك <applause> بس متاحف تقيل احنا إيه؟ عندنا متاحف من اكبر متاحف العالم الناس تجيلها من اي حته عشان جايين عشان يزوروا المتحف ده بس م. العالم كله يعني مستني المتحف الكبير يفتح طبعا المتحف المصري الكبير آه و يعني انا له بحاجات كويسه ان شاء الله انه ونو... احنا رحنا متاحف كمان في اسوان آه مليانه 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 متحف و... النوبه والنوبه ايه النوبه دي؟ ايه جمال متحف النوبه دي؟ النيل اه م. يعني ما فيش كل حته في مصر تمشي فيها ليها قيمه غريبه الاقصر بقى دي لوحدها قصه تانية يعني الاقصر كبيره 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 يعني مش مجرد يعني هي فيها متحف الاقصر بس هنيجي نبص كده اللي هو هي مش محتاجه متحف ده هي اصلا متحف آه. احنا لو مشينا في اي حته في الاقصر كلها كلها اثار كلها معابد وادي الملوك وادي الملكات المقابر النبلاء يعني مليانة مليانه يعني صعب ان الواحد اصلا يروح يخلصها مثلا في اسبوع يعني مم مم. طيب انت عايزه تعملي الدكتوراه في ايه آه في التراث اكتر يعني اكتر حبة في التراث لما اهتميت بحته متحف المدينه مم. طبعا يعني لما كنت في شتوتجارت تكمله للموضوع ان انا آه زرت هناك متحف لقيته غريب شويه أنه هو بيتكلم بس عن حاجات تخص المدينه يعني ايه المهم بالنسبه للناس في الرياضه في التعليم مم. آه مثلا المدينه دي فيها حديقه حيوان حديقه الحيوان دي بقى لها كام سنه فبيتكلموا مم. عنها في كل جانب في المتحف بيتكلم عن حاجه لو مشينا فيها انا انا شخص من المدينه دي بحس ان انا اتبسطت افتكرت حاجه يعني وشفت حاجات انا ما عشتهاش قبل كده فلما فكرت فين المتحف ده في مصر طلع مش موجود مم. فقررت ان هو ممكن اعمله في رساله ماجستير كحاجه مصغره لمنطقه وسط إيه؟ البلد ودي الحته اللي هختم بيها انت عايزه ده مشروعك الجاي بتد... هي تدعو لاقامه متحف اسمه متحف المدينه مدينه القاهره مثلا اول حاجه نبدا إيه؟ بيها القاهره طبعا يعني عشان تحطي فيه إيه بقى؟ لو اتكلمنا عن مساحة صغيرة زي مثلا وسط البلد والقاهرة الخدوية نتكلم فيها عن كذا حاجة نتكلم فيها عن العماير المميزة والعمارة بتاعت وسط البلد اللي هي واخدة طابع معين دلوقتي طبعا لو مشينا فيها هنلاقي إن كلها بيتعمل لها تطوير وترميم علشان ترجع لشكلها القديم المعهود اللي هو واحنا ماشيين نحس بالملكية كده في الشارع آه البيوت دي او يعني كان جواها قصص وحكايات الناس اللي عاشت فيها دي كلها نقدر نوثقها ونتكلم عنها آه وسط البلد مشهوره جدا بالقهاوي بتاعتها القهاوي القهوه القهوه بقى مش صح. المودرن كافيه yeah. خالص آه الحته اللي هي ان الناس كانت بتروح بت... للمكان ده كوجهه ثقافيه ك... كمكان الصحاب بيقعدوا أه عليه بيتكلموا فيه بالظبط بيتكلموا فيه في حاجات ادبيه بيتكلموا فيه في حاجات اجتماعيه م. فالموضوع كان موضوع ثقافي بحت يعني م. مش مش مجرد ان احنا مكان بنضيع فيه وقت قهوه بعره بتاعت الفنانين آه فنانين وشعراء مصر آه. والادباء كتبوا قصص حياتهم آه. هناك يعني آه. ف... كمان وسط البلد ممكن نتكلم فيها عن شوارعها وايه الحاجات اللي فيها لسه محتفظه بيها قديمه زي ما هي. مسرح نجيب الريحاني. بالظبط المسارح والسينمات دي لوحدها دي دي حاجه دي مم. قصه كبيره خالص نقدر نوثق كل الكلام ده يعني مليانه مسارح من مسرح الجمهوريه وفيها سينمات مترو وفيها سينمات قديمه راديو. مم. فلا فيها حاجات كتير. يعني انا مثلا مثلا كنت مم. من سكان المنيل كان كان في سينما حمامه، زعلت قوي لما تهددت صحيح ما كناش بنروحها بس في حاجات حتى لو اتهدت على مر الزمن تبقى متوثقه في متحف يتقال إنه في المنطقه دي بالصور انت قصدك المتحف ده يتعمل بالصور بالوثائق اللي تقول ان ده كان موجود هنا ممكن يكون في قطع على فكره بتشير للموضوع يعني القصه بتاعه القهاوي دي ممكن نح... يعني ممكن ايه اللي يكون عن القهوه مثلا مشهور آه الكراسي بتاعه القهوه م. اللي هي الخشب م. <applause> لو اي مصري تقريبا مش اي قاهراوي لا اي مصري شافها هيقول ده الكرسي بتاع القهاوي <applause> العاديه <تصفيق> البسيطه في حاجات كانوا بيستخدموها كمان في القهاوي احنا كلنا لو شفنا او وريتها لاي حد بيقول لي انا انا عارف دي ده دي اللي مكتوب عليها شاي كده في <applause> في الدورية. الناس كلها عارفاها تقريبا <applause> ففي حاجات كتير ممكن نستخدمها نحطها بس نخرج من فكره ان الموضوع اثار يعني الموضوع مش اثار الموضوع <applause> انه حاجات <applause> اه يعني القطعه اهي القطعه دي ليها مخزه مليمة. وليها قيمه ثقافيه وليها قيمه بتحكي قصه كمان أحيح. ولما ببص عليها بفتكر حاجات كويسه كل حاجه في حياتنا ممكن تبقى انتيكه لانه الزمن بيعدي واحنا بنمشي والحاجه اللي هتفضل احنا كلنا هنمشي بس هيفضل حاجات معينه فهو ده البحث اللي هي بتتكلم عنه منار مظهر انه ازاي نخلي كل حاجة عندنا لها قيمة منار أنا انبسطت بفقرتي معاكي شكرا ليكي وإن شاء الله تبقي توصلي لحاجة كويسة جدا وتمثلي مصر في معارض دولية أكتر ما أنت ممثلاها شكرا ليكي منار مظهر عندنا فاصل قصير ونعود اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه آه سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد صدق الله العظيم صدق. دكتوره سماح عزب استاذه التفسير وعلوم القران الكريم اهلا بحضرتك يا دكتوره اهلا بحضرتك. وتفسير هذه الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاه وسلاما على نبيه ومصطفاه الايه الكريمه فيها طمانينه لقلب الانسان وفي نفس الوقت هو في ترهيب للي هو هيكون بعيد عن ربنا بس نمشي واحده واحده كده مع الايه ولقد خلقنا خلقنا دي تعود على مين؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الانسان ومما يستفاد ان ربنا يعلم الصالح كل صالح للانسان وربنا بيعطي للانسان الخير حتى لو الانسان ما ادركش الحكمه في وقتها كمان ولقد خلقنا دي تخلي الانسان يبقى ماشي مطمئن ده انا اللي خلقني رب العالمين مالك الكون الذي يعطيني النعم ونعلم ما توسوس به نفسه الوسوسه هي الايه الصوت الخفي م. يعني يا ايها الانسان فكر ربنا مطلع على كل شيء بتعمله حتى النوايا بينك وبين نفسك فاذا كنت عايز رضا رب العالمين يعني خليك افضل احذر ان انت تضمر الشر واحرص دايما على اضمار الخير واعرف ان ربنا هيكافئك على نياتك ان كانت حتى لو انت ما كانش عندك القدره ان انت مم. تعملها مم. طب وتيجي الايه اللي بعد كده ونحن اقرب اليه من حبل الوريد عارفه لما حد يقول انا ما فيش حد بيسمعني انا ما فيش حد قريب مني مم. انا انا لوحدي في الدنيا لا صح ما الايه بتقول لك ونحن اقرب اليه صلي بالليل اه ناجي ربنا ناجي يعني ايه يعني اقعد ادعي ربنا بالليل مم. وقول يا رب قول كل اللي في قلبك بدون مم. ما تبتدي تفكر في الكلام الجا الى رب العالمين اللي خلقك بعد كده نحن أقرب إليه من حبل الوريد، إيه هو حبل الوريد؟ العروق اللي بتسري فيها الدماء، يعني ربنا قريب ليك قوي، فأنا لما أسمع كده يكون عندي طمأنينة في قلبي كل حاجة خير، ودايماً أفكر نفسي وأقول لعله خير. أنا عجبتني المنظور بتاع إنه أنت الناس اللي بتقول أنا لوحدي في الدنيا، أنا ما فيش حد معايا، ودايماً دي بنسمعها كتير جداً حتى الناس اللي عندها ناس على فكرة وعندها أب وأم وإخوات بتلاقيهم برضو بيشتكوا ويقولك لك أصلا لوحدي أصلا ما حدش بيسمعني فالمنظور ده كويس جدا طيب ربنا سبحانه وتعالى يعني بيستمع لكل الناس ويعني اقرب لكل الناس لكن باختيارنا احنا اللي نستخدم هذا الموضوع ولا ما نستخدموش؟ لو انت قربت واخترت طاعه ربنا سبحانه وتعالى هتفوز بالمنزله دي يعني اي انسان يقبل على الله سبحانه وتعالى ويناجي ربه ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه عارفه الايه بتقول ان الله بالناس لرؤوف رحيم يعني ربنا بكل للناس لرؤوف رحيم لكن مم. احنا علينا احنا اللي نبدا نقبل على طاعه ربنا سبحانه وتعالى دايما كده احاسب نفسي اعمل جدول عشان الانسان بينسى مم. لازم الحاجه تكون مكتوبه قدام عينك تفكر نفسك بيها كل شويه عشان الشواغل اللي بتدخل في حياتنا اقول ازاي ان انا اكون افضل اول حاجه اول حاجه يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اول حاجه الذكر ليه؟ لان الذكر هو اللي زي ما بنقول كده بيوقظ الانسان بيصحصح الانسان وبيخلي القلب دايما المتصل متصل بالله دايما اشكر ربنا عباده لها ثواب كبير مش بتحتاج مننا استعداد ممكن اذكر ربنا في كل وقت وانا ماشي وانا قاعد وانا مش محتاج استعداد زي الصلاه مثلا محتاج مم. الوضوء ولا الصيام محتاج ان انت تكون استعديت من قبل كده تاني حاجه اعمل جدول لعمل الصالحات انا زودت النهارده من رصيدي في الصالحات في ايه ومن اهم الاعمال الصالحه الانفاق اللي دايما واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ومما رزقناهم ينفقون ومن يوقى شح, شح نفسه فأولئك, فاولئك هم المفلحون يعني شوفي كده درجه الفلاح زي ما كنا بنقول قبل كده لو انت اتكيت على نفسك لو انت ضغطت على نفسك لو كسرت الحته دي وقدرت ان انت تساعد غيرك أه وما توسوس به نفسه احنا اتعلمنا انه نخالف دائما الوسواس دائما نخالفه فلما يجي الوسواس فكرة ايه تطلع ليه النهارده فلوس ولا كده وانا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا انه خالف نفسنا ونطلع لانه الخير يعني ربنا هيخلفه علينا ودي برضه ماشيه مع ومن يوقى شح نفسه يوقى شح نفسه يعني انا بحارب الشح بتاعي انا بتقيه يعني خلينا نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل بكوا ومش بس بكوا ده فاضت اعينهم من الدمع بعد لما انفردوا بنفسهم وبعدوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والناس والسبب انهم كان عندهم حزن شديد عشان ما عندهم اللي ينفقوه وده كان حال الناس اللي عندها رغبه صادقه وفعلا عايزين ينفقوا، طب لما يكون احنا عندنا اللي ننفق منه بس الشيطان بيضحك علينا وبيخلينا ناجل او احنا بنسوف يعني نقول بكره بكره، الوقت مش مضمون والعمر مش مضمون، والنهارده دي رساله خير من جمعيه البر والتقوى واحنا في مزرعه البر والتقوى وفي المساهمه مع مزرعه البر والتقوى خير كبير وزي ما احنا شايفين النهارده ده يوم الحصاد، حصاد ثمار البلح والنخل اللي بيعيش سنوات عديده واللي ربنا سبحانه وتعالى امتن على العباد وذكر في القران الكريم "والنخل باسقات لها طلع نبيض رزقا للعباد"، انتبهوا يا ايها العباد الى هذه الثمره فيها العديد من الفوائد وكل من يساهم في زراعه النخيل له خير كبير لانه بيمتد لسنوات عديده رصيد الخير بيوصلك سواء في حياتك او بعد مفارقتك للحياة كمان مزرعة البر والتقوى فيها العديد من الخضروات في دلوقتي حاليا زراعة عشرين فدان من المحاصيل اللي كلنا نحتاجها في بيوتنا الطماطم والباذنجان وكان في محصول البصل ومن خلال الفرق المتخصصة اللي بتقول دلوقتي نزرع محصول ايه هيكون ده وقته وكمان مفيد للناس والمزارع السمكية والزيتون يعني ثمار عديدة خير كبير هيوصل لك نتيجته لما حد يدعي لك بظهر الغيب لما ياكل من ثمار المزرعه او يستفيد من خيرها لما تكون انت سبب في تسري كرب رب اسره كان بيدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يرزقه بمصدر دخل عشان يكفي اولاده خالص السرور عليهم كمان لما تكون سبب في ايصال الادويه لمريض جاء له الدخل من مزرعه البر والتقوى ساهم وشارك في مزرعه البر والتقوى وافتكر اللي يدخل دايره الخير لازم يجد الخير مصغر للدنيا اللي احنا مأمورين نعمرها يعني اي مزرعه في الدنيا مش شرط دي بس يعني اي ارض بنشوف كانت صفره كده وبعدين اتملت خضار هو ده اعتقد ان دي مهمه الانسان على الارض عارفه حضرتك في اخر سوره الحج الايه بتقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يعني بص دي فلاح ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون يعني الايات بتقول لنا ان انت تفلح تفلح يعني ازاي تسعد وتفوز وتنجح في الدنيا والاخره فهنا من فعل الخيرات وطبعا احنا شايفين ان من اهم الصور بتاعه فعل الخيرات المساهمه في اطعام الناس صحيح. والمزرعه خصوصا ليه لان هي اولا فيها ايه تفريق كرب تفريق كرب عن رب اسره كان عايز فلوس علشان يكون عنده مصدر دخل يصرف بيها على اولاده والمزرعه بيشتغل فيها ممكن يكون الاب والام وكمان الاولاد يعني الاسره كامله بتشتغل فيها كمان تفريج الكرب عن حد مسن او ارمله او ان هي مريض وبياخد من خير المزرعه مزرعه فيها خير كبير وفيها طبعا مختلف استمار فيها الزيتون اللي ربنا سبحانه وتعالى اقسم بيه والتين والزيتون فيها النخله اللي بتقعد سنين وسنين حتى بعد انتهاء حياه الانسان البصل ده يعني الناس بتعيط فتره من غلو سعره وفي وف نفس الوقت فيش طبخه مش بتتعمل من غير بصل. آه من مميزات حسن. المزرعه ان هي فيها الثمار اللي احنا بنستخدمها يوميا في بيتنا يعني الطماطم، الباذنجان، البصل، كل الحاجات اللي احنا مم. بنستخدمها وعارفه بقى حضرتك اللي احنا ممكن ننسى انها نعمه. <applause> لانها متوفره او انها نشوفها كده عاديه قدامنا طب لما اختفت زي ما حضرتك البصل لما اختفى او لو الطماطم دي مش موجوده <applause> الخضروات دي مش لو هي مش موجوده يبقى انا كل ما اجي اكل كده حتى ولو عارفه حضرتك خيار واللي هي الخضروات البسيطه اللي موجوده في بيتنا دي اقول الحمد لله يا رب ان انت سقت الاطعمه دي ليا احمد ربنا دايما دايما افكر نفسي وافكر اولادي مهم جدا وده من يعني من الحاجات اللي هي مهمه جدا في التربيه القدوة لان ابنك هيطلع زي ما انت عليه مش زي ما انت عايز من الحاجات المهمة دايما وانا باكل الثمار دي اقول الحمد لله يا رب واشكر ربنا على نعمته طب شكر النعمة يكون اولا استشعر انها نعمة اقول الحمد لله اني قادر اكل وقادر ابلع وقادر ان انا اتلذذ بطعم الخضروات دي المريض احنا لو عندنا برد مش هنحس بطعمها فكل دي نعم كمان ان انا ساهم فعليا بقى إن الخضروات دي توصل للناس وساهم طبعا دعوة خير وامان من جمعية البر والطبع. ربنا سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور القليلين بس هم اللي هيشكروا فانا لازم يعني اشكر ربنا سبحانه وتعالى شكر النعم شكر النعم بيكون ازاي ان بالقول اللي هو اقول الحمد لله القلب ان استشعر النعمه الفعل ان انا اساهم عندي ميه ابتدي ان انا اساهم في مثلا اساهم في مبردات المياه او في وصلات المياه محطات التحليه عندي اكل متوفر وافتكر ودي عارفه حضرتك ممكن ناس مش متوقعاها افتكر ان في ناس فعلا ما عندهاش قوت اليوم يعني ايه قوت اليوم؟ يعني ما عندهاش الاكل اللي تاكل بيه في يومها فعلا مم. طيب انا عايز اشكر ربنا سبحانه وتعالى ده احاول ان انا اوصل الاكل فعلا للمستحقين وجمعيه البر والطاقه بتوصل للمستحقين في كل مكان في انحاء الجمهوريه مم. بصور مختلفه مم. من الاطعام سواء بالوجبات الساخنه سواء بكرتونه الخير اللي دي موجوده طول السنه عن طريق المزرعه اللي فيها كل الثمار. جميل خلينا نروح نشوف تقرير اخر عن المبردات ونرجع نكمل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا اثنين. اليتيم والغريب فقد كنت في صغري يتيما وفي كبري غريبا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الغريب والغريب هنا عابر السبيل احنا اخترنا المكان دوت بعد ما لفينا القريه كلها ولقينا ان المكان ده انسب مكان علشان نعمل فيه كل دير ميه علشان هنا بيعدي عابر السبيل بيمشي مسافه كيلو او 2 كيلو ليس هناك مكان زي محلات او اماكن او بيوت او كذا او كذا يقدر من خلالها ان هو حد يستضيفه في شربه ميه فكان المكان دوت مكان مناسب في خلال كيلو متر لغايه 2 كيلو في الداخل من خلالهم يقدر هذا الغريب يشرب شربه ميه يدعو الله تبارك وتعالى لكل من سقاه هذا الماء ان يكتب له النجاه يوم القيامه باذن الله هي رحمه الله تبارك وتعالى جعلها في يد القادر حتى يرحم بها الفقير والمسكين وعابر السبيل اسال الله تبارك وتعالى لكل من تقدم ولو بكوب من الماء لله تبارك وتعالى ان يسقيه الله تبارك وتعالى يوم القيامه من نهر الكوثر اكرمكم الله وبارك الله لكم وبارك عليكم شاركوا معانا اعزائنا مع جمعيه البر والتقوى عايزين الناس كلها تشرب ميه ساعه في هذا الخير في هذا النماء لا تنسونا وإن شاء الله الخير جاي كلنا إن شاء الله مع جمعية البر والتقوى هنحفر أبار هنعمل كل ديات مية هنملى الأرض كلها من فضل ربنا خير وما تنسوناش أبدا بالدعاء وربنا يكرم كل من تقدم بهذا الخير فكرة المبردات برضو تندرج تحت وقليل من عبادي الشكور إحنا التلاجة فيها مية ساعة وبتروي العطش ساعات تشربي مية سخنة لا ترتوي يعني مية سخنة عصيبة الإزازة شوية في العربية بره أطلع لقى المية سخنة سخنة مولعة ففكرة برضو تبريد المية ده ده حاجة يعني مش بس مية لا ده كمان ده إحنا بنبردها للناس عرف سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال في تفسير ثم قول الله سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يعني يوم القيامة هتسأل عن النعيم اللي ربنا أنا عم بيه عليك هل أديت شكره عملت إيه قال ومن النعيم شربة الماء البارد مم. لو حضرتك بتقوليها دي إن أنت يجي لك المية باردة تنتفع بيها في الحرارة وخصوصا طبعا إحنا بقى بنعيش الكلام ده في الأيام دي بس هنقف عند فكرة حضرتك أو الآية وقليل من عبادية الشكور فكرة إن القلة ليه هي أغلب الناس بتكون في غفلة اغلب الناس الشيطان م. بيقدر ان هو يضحك عليها ف... فاحنا نعمل ايه يكون دايما عندنا يقظه تكون اليقظه دي منين ازاي ان انا اكون مستيقظ اول حاجه ذكر ربنا سبحانه وتعالى ثاني حاجه الصحبه مهم قوي لما اجي اعمل خير اكون انا واصحابي انا وولادي انا وجرو... وجروبي العيله احنا كلنا بنشجع بعض على عمل الخير م. كلنا بنبص كده ان هي دي اللي فيها السعاده كمان انظر للنتائج ان انا انظر للنتائج ده؟ يعني أنا بنقول إن لما الواحد يشوف آخرتها إيه هيتشجع أنا دلوقتي لو أنا عندي الفلوس دي وأنا محتفظ بيها بقول يمكن احتاجها طب ما انا يمكن ما احتاجهاش طيب ما انا يمكن احتاج اللي اكبر منها وما طيب طب اعمل ايه لا ابتدي ان انا اخرجها علشان الايه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه مم. يعني اللي انا هخرجه ربنا هيخلف بيه عليا وربنا هيكفيني شر الحاجه كمان الانفاق بيجيب للانسان البركه ويجيب له السعاده في الدنيا والاخره فانا لما افكر في كل ده هو ايه الباقي الباقي مم. ان انا اخرج من معايا علشان ربنا يخلف عليا يكون هو ده الرصيد اللي هينفعني في الدنيا والاخره. طيب والأخرى. المبردات تخيلي معايا كده دي بتتحط على ابواب المساجد في الاماكن النائيه الفقيره القرى انت بتدخلي بيتك بتشربي ساق ميه ساعة وبتفتحي التكييف وبتقعدي. يا ساتر يا ساتر تعبنا وبتبقي راكبه عربيتك برضو مكيف فانت ده حد بيشرب ميه ساقعه في عز النقره فتخيلي ده تاثيره ايه؟ ولما بس ناخد النية دي فكرة النية دي إنه أنا يا رب عايزة أرطب على قلب الناس كده الدعوة مم. الدعوه اللي هتيجي بظهر الغيب من واحد في الصوره اللي حضرتك ذكرتيها دي وعنده كرب شديد وحتى الميه اللي في بيته حتى لو كانت هي ساعة البيت ما فيش فيه مروحه ولا تكييف يعني هو بس كل اللي هيرتب عليه هما شويه الميه ساقعين مم. اللي انا ساهمت عشان يوصلوا له دعوته ومن قبل دعوته ربنا مم. سبحانه وتعالى مطلع على القلوب ومطلع مم. على النيه انت عملت كده ليه انت عملت كده ابتغاء مرضات الله فنتخيل انا سعيد وساهمت وحاولت افرج كرب على قدر امكانياتي وانا الانسان فما بالنا بالمكافأة والتكريم من رب العالمين فيبقى انا دايما بجتهد علشان اعمل ابتغاء مرضات الله يا رب ربنا يتقبل من الجميع الناس تشارك ازاي في هذه المبردات على طول احنا نتصل على 19 0 38 ودي حاجه يعني بص حضرتك سهله جدا يعني وانت في بيتك لو ما عندكش وقت لو ما عندكش القدره ان انت تروح اتصل المندوب هيجي لك لحد باب البيت وطبعا دي طريقه سهله جدا شكرا جزيلا دكتوره سماح عزب استاذ التفسير وعلوم القران الكريم شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه اشوفكم على خير في حلقه السبت باذن الله Thank you.